السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من داخل شونتي بالضبط ضرب عزة، مرحبا بالناس ديال كازا والنواحي اللي بغا يرجع لنا شونتي، مرحبا به. بالضبط ضرب عزة. اللي بغا يتعامل معنا كما قلت النمرة ديالي راه فوق من الفيديو. مرحبا بالجميع. بالنسبه للمعامله ديالنا راكم كتعاملوا مع اونتربريز، مع شركه اسيري بالنسبه للعمال، المهم كاع المسائل القانونيه مقادين الحمد لله. فمرحبا بالجميع. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. فيديو جديد. الناس اللي كيدخلوا اول مره للقناه يشاركوا في القناه، الناس ديجا اللي معانا يبارطاجيو مع الاصدقاء ديالهم باش تعمل استفاده. فهاد الفيديو غنشوفوا فيه بزاف ديال المعلومات ان شاء الله باذن الله. داكشي علاش تابعوا الفيديو من الاول حتى الاخر وما تبخلوش علينا بالاراء ديالكم في لي كومونتير. فالناس اللي عندها اي تساؤل تخليه ليا تحت من الفيديو، ولا تصيفط ليا في الواتساب في النمره اللي كاينه فوق من الفيديو. فمرحبا بجميع التساؤلات ديالكم، مرحبا باي واحد عنده تساؤل مرحبا. قبل ما ندخل الحساب اولا قبل ما ندخلوا الكالكيل حساب ديال التكلفه، فغندوي على النقطه الاولى وهي الناس اللي عندهم البلان ديال الحديد والبلان ديال الارشيتكت واجدين ولوتوريزاسيون واجده. مرحبا، كيصيفطوا لي ميساج في الواتساب في النمره اللي كاينه فوق من الفيديو، وكيصيفطوا لي البلان ديال الحديد والبلان ديال الارشيتكت باش كنقاد لهم الدوفي. وديك الساعه لا تفاهمنا راه كنجيو عندك حتى البلاصه في كاين، ولا تفاهمنا راه كنبنيو لك باذن الله. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه الاخوان، النقطه الثانيه وهي ان هذا الحساب اللي غنحسبوا دابا حاليا ولا هاد التكلفة اللي غنديرو، إلا غيتكلف مول الدار، يعني مول الدار غيتكلف غيجيب السلعة وغيجيب يعني المعلم ديال البني وغيجيب المعلمين ديال الفينيسيون سواء زليج سواء كارس، يعني غيكون عنده بزاف ديال الخدمة تابعه. فهاد التكلفة هي باش غادي تطلع لأي واحد عنده 100 متر كاري بقعة ديال دو فرنس. تابعوا الفيديو و كما قلت ما تبخلوش علينا بالاراء ديالكم وفرجه ممتعه. السلام عليكم الاخوان. في هذا الفيديو غنشوفوا فيه الكالكيل، نبداو في الكالكيل، يعني غنشوفوا الكالكيل ديال الكروزوفر شحال يتقام علينا، شحال تقام علينا الدار كحله وشحال تقام علينا حتى بالفينيسيون. فغير تتبعوا معنا من الاول حتى الاخر. غنبداو ان شاء الله بالفونداسيون، البلان دو فونداسيون. فهذا هو البلان دو فونداسيون كما تشوفوا السميلات الى غير ذلك. فعندنا البلان دو فونداسيون عندنا فيه 9.53 في الطول وعندنا 10.43 في العرض، يعني العرض ديال البقعه هو 10.43 والطول هو 9.53. فغنديروا 9.53 الطول في العرض باش نحصلوا على المساحه. 9.53 اللي ضربتيها في 10.43 غتعطيك 100 متر كاري. ف 100 متر كاري غتضربها في 600 درهم. 600 درهم بالنسبه للطابله بحكم الطابله انها كتكون فيها سلعه زايده، فيها البيطون بزياده، فيها الحديد الى غير ذلك. داكشي علاش درنا لها 600 درهم، غديروا لها 600 درهم في الحساب. 100 متر كاري اللي ضربتيها في 600 درهم فغتعطيك 60,000 درهم، يعني 6 ديال المليون باش غتطلع لك الطابله ديالك. يعني الطابله ديال 100 متر كاري غتطلع لك ب 6 ديال المليون. فبالنسبه للطابق السفلي اللي هو الريتشوسي اللي هو السفلي، كنديروا المساحه ديال 100 متر زائد البروزات. البروزات هنا الاخوان عندنا على دو فاس كما تندرسوا في البقعه ذات واجهتين، يعني عندها جوج ديال الواجهات. فالبقعه اللي عندها على البروز، بروز على الفرصاده الاولى وكاين البروز على الفرصاده الثانيه. فبالنسبه للبروز ديال الفرصاده الاولى فيه 9 المترو والبروز ديال الفرصاده الثانيه 9 المترو، يعني البروزات غيعطيونا تقريبا واحد 19 متر كاري،
في البروزات اللي غتجينا، بحكم انك تشدوا بشحال بارزه عندي الدار بمترو مثلا في هذا لوكا ديال المترو، مترو كنضربوا في الطول اللي الطول ديال ديك ديال ديك البروز اللي هو 9 المترو. ملي كنديروا الطول ديال البروز مضروب في ذاك البروز 9 في 1 كتعطينا 9 المتر كاري، كنزيدوا 9 على 9 كتعطينا واحد كما حسبت هنا في الكالكيل خرج ليا 19.44 ديال البروز، كنزيدوا على المساحه ديال 100 متر كنحصلوا على 119.44 متر كاري، 119.44 متر كاري. فهاد 119.44 متر كاري كنضربوها في 1000 درهم، 1000 درهم باش نعرفوا بشحال غتقام علينا كحله، يعني حدنا المرطوب كتقام علينا كحله حدها المرطوب ب 119,000 درهم، يعني حوالي 11 مليون يعني حدك المرطوب. بالنسبه للفينيسيون كنديروا المساحه وكنضربوها في 800 درهم كما تتشوفوا، المساحه ديالنا 119 متر كاري ضربناها في 800 درهم غتعطيك 95,000 درهم، يعني حوالي 9 ديال المليون بالنسبه للفينيسيون. فالإخوان بالنسبه للطابق الاول الضاله ديالو بحالها بحال الضاله ديال السفلي، يعني ملي تيكون عندي دوفاس الاخوان كتكون عندي نفس المساحه لا في السفلي ولا في البروميير ولا في الدوزيام. بالنسبه للطابق الاول عندنا 119.44 متر كاري، يعني 100 متر زائد 19 ديال البروزات كنضربوها في 1000 درهم كتعطينا 119,000 درهم، يعني هنا بالنسبه للجروزوفر يعني بالنسبه لحدها المرطوب كنقولوا كحله حدها المرطوب 119,000 درهم يعني 11 مليون بالنسبه للجروزوفر. بالنسبه للفينيسيو الاخوان 119 كنضربوها في 800 درهم كتعطينا 95,000 درهم، يعني 1.9 مليون بالنسبه للفينيسيو بالنسبه للطبق الاول. الاخوان بالنسبه للطبق الثاني عنده نفس المساحه ديال الطبق الاول، يعني قلتها بالنسبه للسفلي والبروميير والدوزيام ملي كيكونوا دوفاس كيكونوا نفس المساحه نفس المساحات بالنسبه للضالات بثلاثه، لا بالنسبه للسفلي ولا البروميير ولا الدوزيام. بالنسبه للطبق الثاني نفس الشيء 119.44 متر كاري كنضربوها في 1000 درهم كتعطينا 119,000 درهم، يعني 11 مليون بالنسبه للجروزوفر كحله حدها المرطوب. بالنسبه للفينيسيون غيتقام علينا ب 95,000 درهم بالنسبه للطبق الثاني، يعني 9 المليون ديال الفينيسيون. بالنسبه للسطح الاخوان السطح اللي بقى لينا كنمشيو للضاله ديال الدروج الكاش دي زيسكالي كتسمى، كنديروا المساحه ديال هاد الضاله ديال الدروج يعني الطول في العرض، يعني 3.3 ونص كنضربوها في 2.5 كتعطينا واحد 10 متر كاري، هذا 10 متر كاري كنضربوها في 1000 درهم كتعطينا 10,000 درهم بالنسبه للجروزوفر، يعني كحله حدها المرطوب. بالنسبه للفينيسيون الاخوان ديال السطح ديال التيراس كنمشيو للبلان ديال التيراس باش نجبدوا المساحه اللي هي 109.44 كنمشيو للبلون كنجبدوا هاد 109.44 هي المساحه ديال التيراس، يعني كما تشوفوا البلان ديال السطح فكنضربوها في 150 درهم على حساب الزليج كتعطينا 16,000 درهم باش غيتفينا السطح. بالنسبه للسطور ديال السترة لقينا 38 متر، منين جبدنا 38 متر كنمشيو للبلان ديال التيراس اللي هو البلان ديال السطح كنلقاو واحد ليكوطاسيون واحد العبارات ديالنا كنجمعوا دوك العبارات، يعني الطول ديال كنحاولوا نجمعوا داك الطول ديال السور ديال السترة كنجمعوا 5 متر زائد 10 زائد 11 زائد كتعطينا 38 متر مترو، هي هذه اللي كتبنا 38 متر كنضربوا في 300 درهم، هاد 300 درهم فيها سلعه وفيها يد عامله كتعطينا 11,000 درهم يعني حوالي 1 مليون باش غيتقام علينا داك السور ديال السترة بلي بوطو ديالو بكل شيء. فبالنسبه للثمن الاجمالي بالنسبه للكحله جروزوفر حدها المرطوب تقامت علينا ب 418,000 درهم يعني 41 مليون، وبالنسبه للفينيسيون 303,000 درهم يعني 31 مليون ديال الفينيسيون، ف 41 مليون زدنا عليها 30 مليون ديال الفينيسيون يعني في المجموع في التوتال غادي طيح في 72 مليون باش غطلع لك الدار مفينيا ناضيه.